السلام عليكم، اهلا بيكم حبايبي. معاكم ميس مروه من قناه ميس مروه. النهارده ان شاء الله اولى فيديوهات شرح منهج كونكت بلس لجريد 2 الصف السن الابتدائي. ان شاء الله هنشرحه هنا في القناه من كتاب اشتبهت. هنيجي بس نشوف الكونتنت بتاعنا بتاع فيرست تيرم. انا هنا عندي في الفيرست تيرم عندي 6 يونتس. النهارده ان شاء الله هنبدا في شرح يونت 1. هنا عندي في كتاب ستيب اهيد عامل حاجه حلوه جدا، ان هو عامل لي ريفيجن كتير، يعني عامل لي ريفيجن على كل حاجه، على الوورد وعلى النون وعلى الجرامر. يعني الريفيجن تحفه، لازم كلكم تكونوا عديتوا على الريفيجن دي. حتى لو قريتوها مجرد قرايه، مش شرط تكونوا حفظتوها بالورقه والقلم. يبقى دي هنا عندي كلها بيتكلم عن الوورد، وهنا بيتكلم عن الفيربس، هنا النونز فيرب تو بي، هتلاقوا فيديو برضو. كل الجرامر اللي قبل present simple اللي فيه revision في كتاب اشتبهت هتلاقوني شرحها في سلسلة تأسيس الجرامر. ده بلاي ليست موجودة هنا في القناة، دوروا عليها. هتراجعوا كل الجرامر ده، وآ وآن وverb to be والpresent simple في حالاته الثلاثة، في البوزيتيف والنيجاتيف والquestion. هتلاقوا كل ده في سلسلة تأسيس الجرامر، ياريت تبصوا عليها قبل ما نبدأ حتى الفيديو بتاع connect plus grade 2. هنا بقى عندي unit 1 بعنوان ready get set go. ready يعني جاهز، يعني بيقول لكم انتوا يا junior 2 ready جاهزين. هنا هنبدأ عندي في lesson 1 بالexpressions. expressions يعني تعبيرات. يعني ايه expressions؟ يعني تعبير كده بيجي على بعض. وليكن انا هقول good afternoon، good afternoon هي بتيجي على بعضها كده، good morning، good evening. فهمنا يعني ايه expression؟ expression يعني تعبير كده بيتقال على بعضه. هنا عندي number 1 hello هنا. hello هنا يعني اهلا يا هنا. how are you؟ how are you؟ كيف حالك؟ I am fine thank you. I am fine thank you يعني انا بخير شكرا. I am okay يعني ممكن لما حد يقولي how are you ممكن اقول له I am fine thank you، وممكن اقول I am okay يعني انا بخير. see you soon لما اكون مثلا انا قاعدة مع الفريند بتاعتي، مع صاحبتي، وخلاص كلنا مروحين، كل واحد رايح بيته، فبقول لها ايه بقى في اخر اليوم؟ see you soon يعني اراك قريبا. see you soon. good morning، good morning. good afternoon دي بقولها بعد الساعة 12 الظهر. good evening، good evening مساء الخير. good night، good night تصبح على خير. It's time for school. It's time for school يعني حان وقت المدرسة. It's time to go home حان وقت العودة للمنزل. It's time to go home. Arrive home from work. Arrive home from work يعني بيصل للبيت من العمل أو بعد ما كان هو في العمل. What's the time؟ What's the time يعني كم الساعة أو ما الوقت؟ It's 7 AM. It's 7 PM. ناخد بالنا من الـ AM والـ PM. It's 7 AM يعني الساعة 7 صباحا، لكن It's 7 PM يعني 7 مساء. هنا عندي الـ words اللي لازم تحفظوها كويس قوي. number 1 get up. get up يعني ينهض أو يستيقظ. get up. eat breakfast. eat breakfast يتناول الفطار. have lunch. have lunch يعني بيتناول الغداء. sandwich. sandwich اللي هو الساندويتش. drink water. drink water يعني بيشرب المية. walk to school. walk to school يعني بيمشي للمدرسة. play tennis. play tennis بيلعب تنس. after school. after school يعني بعد المدرسة. ride. ride. ride يعني بيركب، ودايما على طول كلمة ride بتيجي مع bike. ride bike يعني بيركب دراجة. kite. kite اللي هي الطيارة الورقية او الطائرة الورقية. repeat after me. get up. get eat breakfast. eat breakfast. have lunch. have lunch.
sandwich, sandwich, drink water, drink water, walk to school, walk to school, play tennis, after school, ride, bike, kite, ball. هنا هنجي للسؤال بتاع التايم. What's the time? What's the time؟ يعني كم الوقت أو كم الساعة؟ أنا الجزء ده مخصوص عملت لكم ليه فيديو على القناة بسأل عن What's the time؟ إزاي بعلمك اللي أنت تقرأ الساعة باللغة الإنجليزية؟ عملت لكم فيديو ليه حلو جدا. بس هو هنا في الكتاب عامل حاجة إن هو عامل هنا الطريقتين. أنا شرحت لكم الطريقة بتاعة اللي هو أنا ببدأ عندي بالمنت وبعدين بقول الأول. هو هنا كاتب لكم الطريقتين، مرة هو بادئ بالمنت ومرة هنا هو بادئ بالأول. بس أنا في الفيديو شرحت لكم أول طريقة اللي هو بيبدأ بيها بالمنت، وهتلاقوا إن الطريقة دي هي المشهورة جدا، وهي دي اللي أنت أصلا المفروض تبقى عارفها، يعني تثبت في دماغك، بعد كده تبقى تشوف الطريقة اللي هو بيبدأ بيها بالأول. فانا الجزء ده هنا هعديه وهسيب لكم اللينك بتاع الفيديو في صندوق الوصف تحت في الديسكريبشن بوكس. يا ريت ما تعدوش الفيديو بتاع التايم لو انتوا ما شفتوهوش معايا، لازم تروحوا تشوفوا الفيديو بتاع التايم. طيب انا هنا هاجي لمين؟ هاجي للبريزنت سامبل تنس. انا برضو عملت فيديو بشرحه بطريقه مفصله جدا جدا، لدرجه ان انا شرحت لكم البريزنت سامبل تقريبا على فيديوهين. شرحت لكم الحاله الافيرماتيف اللي هي المثبته البوزيتيف، وشرحت النيجاتيف، وشرحت الانتروجيتيف اللي هو الكويتشن اللي هو طريقة بدء السؤال في البريزنت سامبل تنس. فأنا هنا مش بحب أنا أقرأ الجرامر كده، إنما أنا شرحته في الفيديوهات بطريقة مبسطة جدا. فأنا برضو هسيب لكم اللينك بتاع البريزنت سامبل في الديسكريبشن بوكس، ياريت ترجعوله. يبقى أنا كده هسيب لكم اللينك بتاع التايم وبتاع البريزنت سامبل، ياريت تراجعوهم قبل ما تكملوا معايا اليونت. هنا عندي في يونت 1 Hannah and her friend. Her friend tells Hannah, "Hello, Hannah. Hello, Hannah." يعني أهلا يا هنا. هنا هترد وتقول لها Hi. How are you? فاكرين How are you؟ يعني كيف حالك. هتقول لها I am okay. I am okay. يعني أنا بخير. هترجع تسألها تقول لها Is this your ball? Is this your بول؟ يعني هل دي الكرة بتاعتك؟ لاحظوا ان السؤال هنا عندي بverb to be بis. Is this your ball؟ هتقول لها yes it is thank you، يعني ايوه هي بتاعتي. thank you يعني شكرا. في نهاية اليوم خلاص هي ماشية و her friend خلاص مروحين، هتقول لها see you soon. ده الاكسبريشن، قلت لكم يعني ايه اكسبريشن؟ يعني تعبير كده بيتحافظ على بعض، احفظوا دي تعرفوها كده في دماغكم. سي يو سون يعني اراكي لاحقا او اراكي قريبا. سي يو سون، سي يو سون، اراكي لاحقا. هنا حاجه بقى للجزء ده، عايز يعرفني يعني ايه جود مورنينج، يعني امتى انا بقول جود مورنينج، وامتى بقول جود افترنون، وامتى بقول جود ايفنينج. هنتناولها مع بعض واحده واحده. هنا عندي جزء مهم جدا هيعرفني امتى انا بقول good morning صباح الخير، good afternoon، good evening. number one هنا عندي بيبدأ ب good morning. هو هنا عندي التايم على 7 a.m. 7 a.m. يعني 7 صباحا. الحوار ده بين Mrs. Sarah and Hani. فميسس سارة بتبدأ ان هي تسأل هاني، بتقوله good morning Hani how are you. good morning Hani how are you. الأول بتحييه بتقوله صباح الخير يا هاني. how are you يعني كيف حالك، يبقى how are you كيف حالك. بعد كده هاني هيقول good morning Mrs. Sarah. good morning Mrs. Sarah صباح الخير Miss Sarah. هيقول I am fine thank you. I am fine thank you يعني أنا بخير شكرا. ناخد بالنا إن هنا لما هي بتقوله good morning لازم هو بيرد عليها بنفس الجملة، يعني لما حد بيقولك good morning بترد عليه تقوله good morning، لما بقولك good morning بترد بتقول good morning. طيب لما حد بيقولك how are you، how are you كيف حالك، بترد على طول بتقول I am fine thank you.
I am fine, thank you. يعني أنا بخير شكرا. هنا كتب لي it's 7 a.m. يعني الساعة 7 صباحا. It's time for school. يعني ده وقت المدرسة. يعني لما بيكون عندي time 7 a.m. اللي هو الصبح وقت المدرسة أنا بقول إيه؟ بقول good morning. Good morning يعني صباح الخير. أنا هنا عندي في الجزء الثاني عندي التايم كام؟ It's half past two. فاكرين لما قلت في التايم بقول أنا ببدأ بالمنت الأول. It's half past two. It's half past two. هنا بتقول Good afternoon يوسف. How are you? Good afternoon يوسف. How are you? يوسف حيقول Good afternoon. يبقى أنا لما حد يقولي Good afternoon برضو برد عليه وأقول له Good afternoon. هيقول لها Good afternoon Miss Mona. I am fine thank you. هو هنا بيرد عشان هي سألته How are you. هيقول لها I am fine thank you. It's half past 2 p.m. It's time to go home. يعني ده وقت العودة للمنزل. يبقى أنا هنا عشان أقول good morning لازم التايم يكون قبل 12، يكون قبل الساعة 12، يكون قبل الساعة 12 الظهر. أول ما أجي عند 12 اللي هو 12 الظهر وأبدأ إن أنا أعد من بعديها وأمشي كده لغاية ما أوصل عند 6 بقول good afternoon. يبقى أنا هنا بقول good morning إنما أنا هنا بقول good afternoon. هنا بيقول good evening Hannah. How are you? Hannah هتقول good evening Mr. أحمد. I am fine thank you. طب هو الساعة كام علشان هو يقول لها good evening؟ الساعة خلاص لما بتعدي من بعد 6 وتمشي معايا كده بقول good evening. Good evening يعني مساء الخير. It's 7 p.m. Dad has arrived home from work. يعني بابا رجع للمنزل بعد الشغل. يبقى اخد بالي هنا I have three expressions يعني ثلاث تعبيرات. Number one good morning وبرد عليها بالgood morning. Number two good afternoon برد عليها بنفس التحية good afternoon. Number three عندي good evening وبرد عليها بنفس التحية good evening. هنا عندي في البيج اللي بعديها بيعلمني حاجة حلوة جدا how to make a sentence using the time plus the present simple. يعني ايه؟ يعني احنا خدنا الجرامر اللي في lesson 1 هنا عندي اخدنا اتكلمنا عن ال time how to say the time ازاي انا بقول الوقت plus اخدنا ال present simple تكوين ال present simple. هنا هيديني ايه بقى؟ هنا هيديني sentence how to make a sentence ازاي انا بكون جملة using the time بستخدم فيها الوقت يعني بقول فيها الوقت plus present simple وبكتبها في زمن ال present simple. Number one هنا عندي it's 7 o'clock. It's 7 o'clock. طب لما بيكون عندي 7 o'clock ايه السنتنس اللي ممكن انا استخدم فيها 7 o'clock؟ هنا كاتب لي I get up at 7 o'clock. I get up at 7 o'clock يعني انا بصحى الساعة 7. انا هنا استخدمت الوردز اللي عندي في الليسن واستخدمت البريزنت سامبل واستخدمت التايم يعني عندي ثلاث حاجات مع بعض دخلتهم في السنتنس يعني الصفحة دي حلوة جدا. ازاي انت هنا استخدمت التايم واستخدمت زمن البريزنت سامبل واستخدمت الوردز اللي عندك في lesson 1. طب number 2 what's the time? It's half past 7. It's half past 7. هتلاقوا ان معظم الوقت اللي هنا عندي مكتوب بنفس الطريقة ان انا شرحتها في الفيديو مش بنفس الطريقة التانية اللي هو كان بيقول الاور الاول انما انا هنا هتلاقوا اكتر حاجة يعني 90% من التايم بيتكتب بالطريقة اللي هو انت بتقول فيها المينت الاول بعدين بتقول الاول. I eat my breakfast at half past 7. I eat my breakfast يعني انا باكل الفطار بتاعي او بتناول الفطار بتاعي at half past 7. هو هنا هيمشي بالترتيب الاول هيديني 7 o'clock بعد كده half past 7 بعد كده بزود 8 o'clock يعني انا بمشي كده بالترتيب من اول اليوم بتاعي ما بصحى الصبح. Number 3 it's 8 o'clock. It's 8 o'clock. I walk to school with my mom
at 8 o'clock يعني الساعة 8 أنا بعمل إيه؟ I walk to school يعني بمشي لغاية المدرسة أو بروح المدرسة with my mom at 8 o'clock. Number 4 عندي It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. I have lunch. I have lunch at 1 o'clock يعني أنا بتناول الغداء at 1 o'clock. I eat sandwiches and I drink water. I have lunch at 1 o'clock. I eat sandwiches and I drink water. Number 5. It's 4:30. It's 4:30. I play tennis after school at 4:30. I play tennis after school at 4:30. يبقى أنا بعمل إيه؟ I play tennis. أنا بلعب التنس. لو ناخد بالنا إن إحنا خدنا في الـ present simple إن الـ I بتاخد الـ verb في الـ infinitive بدون S or ES or IES. يبقى أنا هنا عندي الـ I أخدت الـ verb في الـ infinitive اللي هو play. هقول I play tennis after school at 4:30. Number 6, it's 5:30. It's 5:30. I go home at 5:30. I ride my bike يعني أنا بركب الدراجة بتاعتي. شفنا هنا لما بيكون عندي 7 o'clock, 7:30, 8 o'clock, 1 o'clock, 4:30, 5:30 يعني هو كده أخذ لك اليوم الدراسي بتاعك من أول ما بتقوم من النوم من أول you get up لما بتستيقظ until you go home يعني لغاية لما بترجع المنزل. نركز بقى هنا بيقول لي what's the time بيسأل عن الوقت. هنا عندي 7 وهنا برضو عندي 7 لكن هنا تحت قال لي it's 7 a.m. it's 7 p.m. ال a.m. دي لما انا بتكون بتكلم عن 7 صباحا يعني الصبح بدري لما بيكون عندي هنا مين؟ لما بيكون عندي the sun. It's 7 p.m. أنا هنا بتكلم مساء لما بيكون هنا عندي مين؟ عندي المون يعني إحنا كده بالليل. هنا حاجة للجزء بتاع الexercise number 1 match A with B يعني أنا هنا عندي في number A half sentence يعني نص الجملة وفي number B half sentence يعني نص الجملة التاني. Number 1 good morning هعلمكم بتحلوها ازاي. وليكن هنا عندي كلمة good morning انا عارفة ان انتوا خلاص عارفين ان good morning برد عليها good morning انما انا باخد number one انا قريتها وبرجع للناحية التانية بجرب معاها كل واحدة يعني هعمل ايه؟ هنا هقول good morning good afternoon no yes it is no good morning yes يبقى انا حاجة هنا على good morning هوصلها ب good morning number C. انا بس بعلمك لما بيجيلك الجزء ده بتعمل ايه؟ بتاخد واحدة وتروح تجربهم مع الباقي. Number 2 How are you? Good afternoon No Yes it is No I am fine thank you Yes يبقى هقول How are you? I am fine thank you. Number 3 Good evening Good afternoon No Yes it is No Good evening Yes يبقى أنا هنا لما هقول Good evening اللي قدامي هيرد عليا برضو يقول لي Good evening. Is this ball Good afternoon No Yes it is لأن أنا هنا عندي السؤال بIs اللي هو verb to be يعني أنا لو بقول مرة Yes هقول Yes it is لو عايزة أقول no هقول no it isn't. The next one. Number one. What's the time? على طول لما بلاقي عندي what's the time على طول أعرف إن الأنسر بتاعتي لازم يكون فيها time. لازم يكون فيها وقت. I am okay. No. Good night. No. Yes I do. No. It's 10 o'clock. It's 10 o'clock. يبقى هقول what's the time it's 10 o'clock. Number 2 good afternoon
I am okay. No. Good night. No. Yes, I do. No. Good afternoon. Yes. يبقى هنا عندي number two. هنزل اوصلها بنمبر E. يبقى هنا good afternoon. لما حد بيقول لي good afternoon انا برضو برد عليه واقول له good afternoon. Number three. How are you? I am okay. Yes. يبقى انا هنا لما بيقول لي how are you برد بقول I am okay. Number four. Good night. Number B. Good night. The next one هنا بيكلمني عن الجزء الثالث من present simple اللي هو question four اللي بيبدأ عندي يا إما بيبدأ عندي بدو أو بيبدأ عندي بدوز. طب أنا قلت دو بتيجي مع مين ودوز بتيجي مع مين؟ قلنا الدوز بتيجي مع الهي والشي والإت، والدو بتيجي مع الآي واليو والوي والذي. تمام؟ طيب لما اجي اسال بدو برد اما بيس اي دو نو اي دونت. لو انا هستعمل هنا داز واخد معايا شي وعايز مره اقول يس ومره اقول نو هقول يس شي داز نو شي دازنت. نمبر 1 داز شي دايما عيني بتيجي على الاداه اللي بيسال بيها سواء كانت دو او داز والسبجكت اللي بيجي بعد دو او داز. هنا عندي does وعندي she بيقول لي does she walk to school does she walk to school. number one no they don't انا ماليش دعوة بdon't انا هنا عندي equation بادئ بdoes. at half past five هنا عندي time. number three yes she does هنا عندي subject she وهنا عندي does. يبقى على طول اوصل number one, number C. Does she walk to school? Yes, she does. Number two, do you have lunch at 1 o'clock? يبقى أنا هنا عندي do وعندي ال subject you متفقين إن ال you في ال question بتتحول ل I في ال answer. Number one, no, they don't. أنا هنا عندي don't لكن هنا عندي they. ومتفقين ان اليو بتتحول لاي في الانسر. نمبر 2 at half past 5 no yes i do yes i do. يبقى هقول do you have lunch at 1 o'clock yes i do. نمبر 3 does he play tennis after school no they don't no they don't. ماليش دعوه بذي ولا بدونت اصلا. نمبر 2 at half past five, the o'clock. Number E, no, he doesn't. No, he doesn't. Number four, do they get up at 6 o'clock? No, they don't. No, they don't. يبقى خلي بالي من الأداة اللي بيسأل بيها سواء كانت do أو does. والسبجكت اللي بيبقى بعديها مهم جدا مهم جدا لان ممكن يجيب لي نفس الاجابه بس هيغير لي في السبجكت اللي بيبقى مكتوب بعد الدو والدوز. نمبر 2 complete using the following words. نمبر 1 it is are you hello is this soon okay. هنا هعمل ايه؟ لازم اقراها كلها الاول كده فاضية خالص بعد كده ارجع في الستيب نمبر 2 ان انا ابدأ اخد الوردز من فوق انزل اكتبها تحت. نمبر 1 نشوى دوت نشوى هاي مريم هاو دوت اي ام دوت يور كايت يس دوت ثانك يو سي يو دوت. طب انا هنا هعمل ايه؟ انا هنا لقطت كده ثلاث جمل انا ممكن ابدأ بيهم حتى لو مش بالترتيب بس هيخففوا لي الكلمات من فوق. زي ايه؟ يعني انا حافظة ان ايه سي يو لازم يجي بعديها سون. ميس مارو قالت لكم ان سي يو سون يعني اراكي لاحقا على طول. لما قلت لكم هي اكسبريشن على طول بتيجي مع بعض كده سي يو هطلع اشطب على سون واكتب تحت هنا عندي كلمة سون يبقى see you soon أراكي لاحقا. طب أنا لقطت إيه تاني؟ لقطت إن أنا عندي في number 2 hi Mariam how are you يعني كيف حالك are you.
تمام؟ فهترد عليها هتقول لها I am okay، يعني أنا بخير. I am okay، تمام؟ يعني انتوا قدامكم طريقتين، يا اما عينيكم تلقط الحاجه السهله قوي فتنزلوا تكتبوها تحت في الاول، يا اما هتمشوا بالترتيب عادي. حتى لو ما عرفتوش قابلتكم واحده او اتنين في النص ما عرفتوهاش، مش مشكله، كملوا وارجعوا ابداوا من الاول وجديد تاني، تمام؟ طيب انا هنا هختار ايه؟ هجرب كل واحده فضلت معايا. ينفع هنا اقول it is نشوه؟ نو. هالو ينفع؟ هالو معايا، يبقى انا هنا هكتب هالو نشوى. نمبر 2، هاي مريم، هاو ار يو؟ اي ام اوكي، يور كايت. هنا عندي ايه؟ هنا عندي كويتشن. عرفت منين؟ عرفت من الكويتشن مارك. يبقى انا هنا هكتب از ذيس، از ذيس، لان از هنا اداه سؤال والاي كابيتال. هقول از ذيس يور كايت. نمبر 5، يس يس، انا هنا عندي is this، is this، انا بعمل ايه؟ انا بعمل cross، this بتنزل عندي it is اللي هي عندي نمبر 1 فوق، هتبقى yes it is، وصون خلاص انا كتبتها في الاول خالص. هنا عندي نمبر 3 بيقول لي match and number، يعني انا هنا بختار السنتنس وبروح اكتب النمبر بتاعها على البيكتشر. السؤال ده حلو جدا، كل اللي تابع معايا فيديو التايم، التايم ان شاء الله مش هيتلخبط خالص، وعايزه اسمعكم وانتوا بتقولوا. نمبر 1، I get up at 6 o'clock. هو هنا الاعتماد الاصلي ان انا بعمل سيركل على التايم، التايم، والتايم بتاعي اللي قدامي ده هو اللي بيساعدني ان انا بكتب النمبر بتاع السنتنس. I get up at 6 o'clock، يبقى انا هعمل ايه؟ هروح ادور على 6 o'clock. ها فين؟ excellent، يبقى أنا هنا هكتب number 1 عشان هنا عندي في التايم عندي 6 o'clock. number 2، I eat my breakfast at 6:30. فاكرين لما قلت 6:30 عندي بتكون ثابتة بتاعة المينت وبلف العقرب التاني بتاع الأور؟ هنا عندي 6:30، وأنا كنت قايلة لكم إن 6:30 يعني ونص بالظبط. يبقى أنا هنا عندي الأور على مين؟ الأور على 6. ها أني واحدة؟ excellent، يبقى هاجي هنا واكتب number 2 لأن هنا عندي التايم كام؟ 6:30. number 3، I walk to school at 7:30. 7:30، 7:30 ثابتة معايا يعني ونص، إنما الأور هنا عندي كام؟ عندي 7، يبقى أنا هدور على 7:30. يلا دوروا معايا. excellent، يبقى انا هاجي هنا واكتب number 3 لان التايم هنا عندي it's 7:30. number 4، I have lunch at 1 o'clock. 1 o'clock دي سهلة جدا، عمركم ما بتتلخبطوا مع ال 1 o'clock ولا ال 2 o'clock ولا ال 3 o'clock، لان هي بتبقى بالظبط 1 o'clock. يبقى هنا عندي اني واحدة اهي number 4 لان التايم هنا عندي 1 o'clock. number 5، I play tennis at 4:30. 4:30، ال 4:30 عندي ثابتة اللي هي ونص، 4:30، يبقى هاجي هنا واكتب number 5 فوق هنا number 5 لان التايم ده هنا عندي 4:30. number 6، I go home at 5:30. 5:30، هاجي هنا واكتب number 6 لان هنا عندي التايم 5:30. ناخد بالنا ان هي هنا كانت قريبة من بعض قوي، انما انا هنا كانت 5:30 وهنا كانت 4:30. اركز شوية مع العقرب بتاع الاور، العقرب بتاع الاور سواء كان على الفايف او سواء كان على الفور. لو تاخدوا بالكم ان الجزء ده كان بيأكد معاكم كتير قوي على الهاف باست، على الهاف باست اللي هي ونص. عشان كده أنا في الفيديو اللي شرحت فيه التايم شرحت بالطريقة الأصلية اللي هو بيقولك فيها المينت الأول، بعد كده بيجي يقولك الأول، لأن هو فوق كان جايب الطريقتين، إنما شوفوا لما جه هنا في الإكسرسايز برضو كان بيأكد على الطريقة اللي أنت بتقول فيها المينت الأول. number 4، supply the missing letters، ده هسيبه لكم homework لما تحفظوا الwords، الكلمات اللي فوق هتنزلوا تكملوه مفهوش أي مشكلة. طيب هاجي هنا عند مين؟ هاجي هنا
What's the time? What's the time? مين بقى الشطور اللي كان متابع معايا الفيديو بتاع What's the time بتاع الوقت وهيحل معايا ويدردش معايا؟ طيب نمبر 1 هنا عندي ايه؟ عندي المينت على التو والاور على الفايف. انا قلت ان انا ببدأ بايه؟ انا ببدأ بالمينت الاول. ونمبر 2 هنا عندي المينت بتاعتها اللي انا كنت كاتباها كام؟ كنت كاتباها 10. هقول it's 10 وانا هنا ايه؟ انا هنا في الجزء اليمين، قلت ان اليمين بختار فيه كلمة past، بكتب فيه كلمة past، والناحية التانية بكتب كلمة to. هنا هقول it's 10 past، هنا عندي 5، يبقى it's 10 past 5، it's 10 past 5، ما فيهاش اي مشكلة. واحنا كتبناها بالليتر او كتبناها بالنمبر ما فيهاش اي مشكلة. طب نمبر 2 هنا عندي 1 في الاور و 4 في المينت، يبقى انا كده لسه بتكلم في الجزء اليمين اللي بستخدم فيه الباست. it's هقوله معايا ملوني it's 20 past، هنا عندي الاور على كام؟ على 1 past 1. it's 20 past 1، انما هنا هكتبها لكم بالليتر لان الاحسن تكتبوها بالليتر، لكن لو كتبتوها بالنمبر ما فيهاش اي مشكله. طيب انا هنا جيت ايه؟ جيت الناحيه الثانيه اللي بستخدم فيها تو، هقول it's ها هنا عندي المينت على ايه؟ 10. it's 10 to 11. excellent. it's 10 to 11. number 4 it's ها هنا عندي قلت بثبت كلمة ايه؟ it's half past 6. excellent. سمع ناس كتير جدا بتقول معايا وناس كتير جدا فهمت التايم من الفيديو بتاع التايم، برافو عليكم. the next one it's هملوني it's هنا عندي المينت على ايه؟ excellent. it's 20 ها 2. excellent. it's 20 to 9. it's 20 to 9. the next one it's دي بقى سهلة خالص. it's 12 o'clock. الساعة اللي بتكون بالظبط دي اللي بيكون العقرب الكبير بتاع المينت على ال 12 ما بتلخبطوش فيها خالص، بتكون بالنسبة لكم سهلة خالص. the next one it's سامعاك يا اللي بتقول برافو عليك it's 3 o'clock، برافو عليكم. the last one it's half past، هنا عندي الاور على 8. it's half past 8، برافو عليكم. هنا عندي في نمبر 6 هو هنا جايب لي العكس، يعني هو هنا جايب لي السنتنس، جايب لي الجمله وعايزني اعمل الهاندز اوف ذا كلوك. نمبر 1 it's 6 o'clock. it's 6 o'clock. طالما هي مظبوطة يبقى انا بعمل الهاند الكبيرة على ال 12 والصغيرة بتاعة الاور هي على ال 6. number 2 it's 10 20. it's 10 20 هو هنا بالطريقة التانية اللي هو هنا بيبدأ بالاور الاول بعد كده بيقول المينت. الطريقة دي انا مش عايز اشتغلها معاكم دلوقتي لكن عايز اعملها لكم في فيديو منفصل، بس اللي انا عايز اكد عليه بنسبة 90% هي الطريقة الأولى اللي بيبدأ فيها بالمينت لأن دي أكتر طريقة بتيجي في الامتحان، فما تلخبطوش نفسكم بالطريقة دي دلوقتي، دي سهلة دي مفيش منها مشكلة. طالما الصعبة هي ركزت في دماغكم دي مش هتاخد معانا 10 دقايق، فسيبوها دي ليها فيديو لوحده. نمبر 3 برضو بنفس الطريقة. طيب هنا عندي نمبر
number 4 بيقول لي it's half past 4. it's half past 4. فاكرين half past لما قلنا half past ده اللي هو الهاند الكبيرة بتاعت المينت، وهنا عندي الهاند الصغيرة بتاعت الاور، هتكون هنا عندي على الفور. ناخد بالنا نبقى نعمل الجزء ده بالرولر. وعندي هنا the last one it's half past 11. it's half past 11. خدوا بالكم ان half past ناس كتير تتلخبط فيها، عشان كده هو بيجيبها لكم بكذا شكل، بس طبعا طلابي حبايبي ما بتلخبطوش فيها، خلاص عارفين ان half past. خلاص انا بعمل العقرب بتاع المينت الكبير على السكس، والصغير بروح اشوف ايه الاور بتاعته. هو هنا جايب لي العقرب الصغير بتاع الاور على ال11، اروح جايه كده على ال11 وعامله عقرب صغير، يبقى it's half past 11. it's half past 11. number 7 choose the correct words in brackets. هنا هيبدا يتكلم عن الجرامر. number 1 she up early. هنا عندي get وعندي gets. هو هنا عندي الشي دي singular ولا plural؟ excellent singular. singular يعني بتاخد الverb plus s، يبقى هنا هختار كلمة gets. she gets up early. she gets up early. يبقى انا لما يجيلي السؤال بتاع الجرامر اسأل نفسي سؤال، هل ده singular ولا plural؟ singular على طول هيروح واخد s او ies or es، تمام؟ يبقى أنا لازم أكلم نفسي كده وأسأل نفسي أقول هو ده singular ولا plural؟ برافو عليكم. number 2 I to school with mom. هنا عندي walk وعندي walks، تمام؟ هيخلي بالكم إن الـ A اللي هنا قلتها walk walk like O، زي ما أنا كده بقول letter O. I walk or walks to school with mom. يعني إيه infinitive قلتها؟ infinitive يعني مصدر، يعني الكلمة زي ما هي بدون S. هقول I walk to school with mom. number 3 we have lunch 1 o'clock. هنا عندي preposition يعني حرف جر in وon وat. لازم احفظ ان الtime الوقت على طول بيجي معاه at. we have lunch at 1 o'clock، يبقى على طول الtime بيجي معاه preposition at. number 4 does he play football after school. he play football after school. هنا بقى بيعتمد على ايه؟ بروح هنا على طول ابص على السبجكت. هنا السبجكت عندي هي singular ولا plural؟ excellent singular. يبقى هنا عندي السنجولر بختار معاه does، هتبقى does he، انما do بتيجي مع البلولر. number 5 you go home at 2 o'clock. شفتوا at اهي بتيجي مع time على طول. هنا عندي السبجكت you، السبجكت هنا عندي you. هنا هسأل نفسي مين اللي بيجي مع ال you على طول؟ انا بختار do، لان على طول do بتيجي مع ال you. do you، انما ال does بتيجي مع ال he وال she وال it. number 6 I have breakfast in the. breakfast يعني ايه؟ breakfast يعني الفطور. هل انت بتفطر امتى؟ in the morning in the afternoon or in the evening. شفتوا حد عمره بيقوم بالليل يفطر؟ يبقى هقول in the morning يعني في الصبح. number 7 he dinner at 6 p.m. he ده عندي singular or plural؟ excellent singular. طيب احنا قلنا ان السنجولر بياخد الverb plus s، هيبقى هنا عندي he eats اهو عندي الانفينيتيف eat plus s. he eats dinner at 6 p.m. number 8 I home at 3 o'clock. خلي بالكم من at، لان ممكن تجيلكم زي ما جت فوق على طول التايم بيجي معاها البريبوزيشن at. I انا عندي هنا I يعني انا singular برضو، بس انما ال I بتاخد على طول الverb بدون s. الverb بدون s بتاخد الverb في الانفينيتيف. I go home at 3 o'clock. number 9 she eats breakfast at. هنا بقى جايبها لي بطريقة تانية. she eats breakfast يعني هي بتتناول الفطار بتاعها على الساعة كام؟
طيب هو هنا جايب لي 7 وهنا جايب لي 7. فاكرين لما قلت لكم ان ال AM لما بيكون عندي ده sun الشمس طالعة، وال PM لما بيكون عندي ده moon يعني بيكون خلاص الدنيا ليلت. طب انا هنا بتكلم عن ايه؟ بتكلم عن breakfast فطار اللي انا باكله اول ما بصحى من النوم. هاكله الساعة كام؟ يبقى على طول 7 AM. 10 Does Amira walk to school with mom? Does Amira walk to school with mom? No she. على طول قلت لكم في النيجاتيف اول ما بشوف نو لازم اختار نوت. اول ما بشوف نو لازم اختار نوت. طب هو هنا كان سألني بايه؟ كان سألني بdoes. هتبقى doesn't. No she doesn't. النيجاتيف سهلة جدا، مجرد ان انا بشوف النو لازم يكون عندي نوت، والأداة اللي بيسألني بيها هي اللي بحط بعديها النوت على طول. Number 11. Do you play tennis with your friend? Do you play tennis with your friend? اتفقنا ان اليو هنا في الكويتشن بتنزل عندي في الانسر I، يبقى اليو بتنزل عندي I. Yes I. طبعا هنا ما عنديش نيجاتيف يعني مش هختار نوت، يبقى هختار دو زي ما هي. هقول Yes I do. 12. أحمد orange juice. أحمد orange juice. وهنا عندي drink drinks. أحمد ده he or she or it، يعني من ضمن السينجلر اللي بياخد الفيرب بلس اس، ولا من ضمن اللي بياخد الفيرب في الانفينيتيف اللي هما الاي واليو والوي والدي. أحمد هنا عندي he، أحمد هنا عندي he يعني سينجلر يعني هياخد الفيرب بلس اس. أحمد drinks orange juice. أحمد drinks orange juice. Number 13. I have lunch in the. قلنا lunch يعني الغداء. lunch يعني الغداء اللي أنا باكله في نص اليوم، يعني ولا في المورنينج ولا في النايت. يبقى أنا باكله إمتى؟ in the afternoon يعني بعد الظهر. لاحظوا إن أنا بيكون عندي 3 وجبات، بيكون عندي 3 وجبات اللي هما مين؟ البريكفاست واللانش والدينر. البريكفاست ده أنا باكله إمتى؟ in the morning. واللانش in the afternoon. والدينر in the night. يبقى انا هنا هختار I have lunch in the afternoon. ناخد بالنا ان انا هنا مش مجرد بس ان انا بحل معاك الاسئلة، انا ممكن اجي عند جزء الاسئلة واقول لكم homework وانزل لكم الاجابات بتاعتها عادي ما فيهاش اي مشكلة. انما طالما انت وصلت معايا للجزء بتاع حل الاسئلة ده، انا بعلمك ان انت لما بتكون في الامتحان وقاعد معاك ورقة الامتحان والاسئلة قدامك، انا بعلمك انت بتفكر في السؤال ازاي، معلمك لما بتشوف الكويتشن بتمشي ازاي على النقط اللي بتوصلك للانسر. نمبر 14. How you. دي مش مستاهله حاجه خالص. How are you. 15. Sarah a bike to school. هنا عندي ساره زي احمد he or she or it، تاخد الverb plus s. She rides bike to school. هنا انا بعمل ايه؟ انا هنا بخليك تفكر ان انت لما بتشوف اول جزء في السؤال انت من نفسك بتفكر كده، بتعرف هو عايزك تعمل ايه. فعلى طول انا حتى قبل ما اشوف كلمة رايد ورايد قلت ان انا هنا عندي سارة، يبقى لازم ايا كان الفيرب اسمه ايه لازم يكون فيه اس. 16. I get up at half past 6. قلنا على طول التايم بيجي معاها البريبوزيشن at. I get up at half past 6. 17. Do, does she help at home? She help at home. انا هنا عندي اهم word، هنا عندي she اللي هي السبجكت، هي اللي بتغششني انا هختار do ولا does. She بيجي معها do ولا does. Excellent. Does. هتبقى هنا عندي does she. Does she. 18. You eat sandwiches at school. لاحظوا ان انا ساعات لما باجي ببدأ السنتنس انا ما ببصش للاجابة اللي هو عطهاني، انها ببدأ من اللي بعد between brackets على طول. هنا عندي كلمة يوم يعني ما بكونش عايز اشغل نفسي بالحل اللي هو عطهاني، انما انا عايز اركز في السؤال الاول اترجمه بعد كده اروح ادور على الاجابة. هنا عندي يو. طب هي يو بيجي معها دو ولا does؟ Excellent. Do. هيبقى عندي do you. هنا عندي does she. 19. Does Tamer play basketball after school? Does
تامر. does تامر. هنا بيقول لي yes. انا عايز قبل ما اخش ابص هنا، احنا متفقين ان انا بعمل ايه في الانسر؟ انا بعمل cross. هنا عندي تامر هينزل هنا عندي he، هيبقى yes he، وبنزل does زي ما هي. شفتوا انا حلتها ازاي قبل اصلا ما اروح اشوف الاجابات اللي هو مديهاني؟ yes he does. هدور عليها اهي، yes he does، yes he does. 20 do you have lunch at home؟ no. هنا عندي no يعني بتكلم في نيجاتيف، يعني لازم يكون عندي كلمة not، لازم يكون عندي not. طب هنا هو اصلا بيسأل بايه؟ بيسأل بدو، يبقى do plus not هتبقى don't. no. طب وهنا عندي ايه؟ ده هنا عندي you، واليو بتتحول لايه؟ بتتحول لاي، يبقى هنا عندي no I don't، no I don't اهي. my sister ريم is a good girl، يبقى انا هنا بتكلم عن my sister ريم. my sister ريم is a good girl. she gets up at 7 o'clock، she gets up at 7 o'clock. she eats her breakfast at half past 7. she walks to school at 8 o'clock. she eats her sandwich. she goes home at half past 2. again my sister ريم، my sister ريم is a good girl. she gets up at 7 o'clock، يعني بتصحى الساعة 7. she eats her breakfast، بتتناول الفطار بتاعها. at half past 7 يعني 7:30. she walks to school at 8 o'clock يعني هي بتروح المدرسة الساعة 8. she eats her sandwiches يعني بتاكل الساندوتشات بتاعتها. she goes home at half past 2 بترجع البيت الساعة 2:30 half past 2. طب number 1 بيقول لي ريم is a good girl، ريم is a good girl. انا بطلع الباسج بتاعتي ما اجيبش حاجة من عندي، انا كله مكتوب عندي فوق. اطلع كده اقارن السنتنس، my sister ريم is a good girl، يبقى انا هنا عندي right. number 2 ريم gets up at half past 7، يبقى هو هنا عندي الاساس بيتكلم عن ريم gets up. فين ريم gets up؟ she gets up at، هنا كاتب لي فوق 7 o'clock، انما تحت هنا كاتب half past 7 يعني بتصحى الساعة 7:30، انما هي فوق كانت بتصحى الساعة كام؟ الساعة 7 at 7 o'clock. يبقى هنا عندي number 2 دي هنا wrong، لان بدال half past 7 المفروض at 7 o'clock. number 3 ريم goes to school by bus، by bus. هطلع فوق واشوف she eats her breakfast at half past 7. she walks to school at 8 o'clock. يعني ايه كلمة walks؟ walks يعني بتمشي، يعني بتروح ماشي على رجليها، ما جابش سيرة الباص خالص فوق عندي في الباسج، انما قال لي she walks، walks يعني بتمشي، يبقى هنا هي مش بتركب ايه؟ مش بتركب الباص. يبقى هنا عندي number 3 wrong. number 4 ريم goes home at half past 2، at half past 2. حاجة عندي هنا the last sentence، she goes home at half past 2 right، هي بترجع البيت الساعة 2:30 half past 2، يبقى هنا عندي right. يبقى ما نتخضش لما يجيب لي عندي passage ويديني عليها question، انا ما بجيبش حاجة من عندي، انا كل حاجة عندي مكتوبة فوق، ما بجيبش حاجة من عندي. number 9 look at the pictures and write the missing parts. السؤال ده حلو جدا جدا، ازاي بقى؟ ان هو ممكن يديك picture كده لوحدها وانت بتكتب تحتها السنتنس لوحدك، انما انا هنا هو حب يساعدك شوية وحطلك هنا الاي وحطلك هنا الات، بحيث ان انت هتكتب الكلمة الاولانية قبل الات وبتكتب التايم بعد الات. يبقى انت في السؤال ده بتستخدم ثلاث حاجات، هتستخدم التايم اللي انت عرفتها، وهتستخدم الـ present simple tense، وهتستخدم الـ words اللي انت حفظتها. طب هنا عندي هي هنا بتعمل ايه في الـ picture؟ هي كده بتصحى من النوم لسه، يعني صاحت الصبح. طيب هو الـ time هنا عندي كام؟ يعني اول حاجة هعملها هسهل على نفسي ان انا هعرف الـ time الاول. it's half
past 6. Excellent. يبقى هي بتصحى الصبح امتى؟ at half past 6. طيب بتصحى يعني ايه؟ احنا حفظناها يعني بتصحى الصبح او بتنهض من على السرير، يعني معناها ايه؟ get up. طيب انا خلاص كده عرفت الورد، ان الورد هنا عندي كلمة get up، يبقى الورد هنا عندي كلمة get up. طب هسأل نفسي انا هنا عايزاها في زمن ال present simple، هي get up مع I هحط لها S ولا بدون S في الانفينيتيف؟ excellent. ال I بتاخد ال verb في الانفينيتيف، يبقى هنا هقول I get up at، واتفقنا ان التايم احنا قلناها في الاول خالص عشان بعد كده ما تلخبطناش. هنا عندي half past 6 at half past 6. تمام كده. طب number 2، هو التايم هنا عندي كام؟ it's 7 o'clock. it's 7 o'clock. طب هو هنا بيعمل ايه؟ eat breakfast. eat breakfast يعني لسه بيفطر، يبقى أنا هنا عندي الفيرب كلمة eat. لاحظوا الترتيب إن أنا بكتب بيه السنتنس، من أول ما بشوف عندي البيكتشر الصورة بمشي إيه الخطوات، إيه الستبس اللي عندي اللي بكتب بيها السنتنس. طب هنا عندي الفيرب eat، طب هنا عندي إيه؟ هنا برضو عندي I بتاخد الفيرب في الانفينيتيف، يبقى هنا مش هلخم نفسي خالص بالS أو الـ ES أو الـ IES، لأن السبجكت هنا عندي في كل السنتنس هو عندي I، يبقى بياخد الفيرب فين؟ في الانفينيتيف. يبقى هنا هقول I eat يعني أنا بتناول breakfast الفطار breakfast at 7 o'clock. I eat breakfast at 7 o'clock. Number 3 عايزاكم بقى تقولوا معايا خلاص. Number 3 التايم بتاعي هنا كام؟ it's half past 7. it's half past 7 يعني 7:30 الصبح. طب هو هنا بيعمل ايه؟ هو هنا رايح المدرسة. طب هو رايح المدرسة راكب باص ولا ماشي على رجليه؟ excellent ماشي على رجليه. طيب هي ماشي على رجليه دي اسمها ايه؟ اسمها walk. walk تمام؟ يبقى I walk يعني أنا بمشي، بمشي بقى بروح فين؟ I walk to school يعني أنا بمشي للمدرسة. at قلنا هنا الطايم عندي كام؟ at half past 7. تمام كده؟ أنا ماشية معاكم في الجزء ده بالذات واحدة واحدة عشان بس أعلمكم إزاي بتكتبوا السنتنس، بتستخدموا فيها اللي بتستخدموا فيها الطايم، وبتستخدموا فيها الوردز، وبتستخدموا فيها البريزنت سمبل. نمبر 4 هنا عندي التايم it's half past 2. it's half past 2. طيب هما هنا عاملين ايه؟ او هو هنا رايح فين او جاي منين؟ هو هنا ايه؟ راجع البيت. خلاص هو خلص المدرسة وراجع البيت. طب راجع البيت دي اخدناها يعني ايه الورد بتاعتها؟ I go home يعني أنا ذاهب للمنزل at half past 2. يبقى number 1 I get up at half past 6. number 2 I eat breakfast at 7 o'clock. number 3 I walk to school at half past 7. number 4 I go home at half past 2. Number 10, answer the following questions using yes I do, no I don't. يعني هو هنا جايب لي questions أسئلة، وأنا مجرد إن أنا بكتب الأنسر بتاعتي مش بكتبها من دماغي كمان، ده أنا هختار ما بين yes I do, no I don't. Number 1, do you play football after school? Do you play football after school? هو هنا كاتب لي كلمة football، إنما هو هنا بيلعب إيه؟ تنس. هو هنا بيلعب تنس، يبقى انا هنا هقول yes or no. excellent. يبقى هنا هقول no I don't. طب جت منين كلمة no I don't؟ لان انا هنا عندي اليو قلتها بتتحول لاي، وطالما هنا عندي no يبقى انا بحط
not plus do هتبقى don't. Number two, do you have lunch at 2:30? 2:30 دي الطريقة التانية اللي أنا ببدأ بإيه؟ ببدأ بالأور بعد كده بقول المينت. طيب الطريقة دي إزاي؟ at 2:30 2 هنا عندي اللي هي الأول، هو هنا قال لي 2 الأول، 30 يعني ونص. يعني الطريقة دي أنا مش بقول فيها الهاف باست، إنما باجي عند الـ 6 وأقول عليها 30. يبقى do you have lunch at 2:30 يبقى هنا هقول yes I do. Yes I do. طب هتقولي ليه يا مس مروة لما شرحتي التايم ما قلتيش الطريقة دي؟ عينيكوا ومخكوا على طول كان هيجري على الطريقة السهلة وكنتوا هتلغوا خالص الطريقة الأساسية اللي أنا شرحتها. أنا عايزة أثبت بس في دماغكوا الطريقة التانية، لأن 90% من الأسئلة بتتكتب بالطريقة الأولى، لكن دي سهلة يعني أنت كده إحنا عرفناها مع نفسنا من قبل ما تتشرح، يعني إحنا ما شرحناهاش بس أول ما كتب لي 2:30 خلاص إحنا عرفنا إن الـ 2 دي بيبدأ عندي بالأور. هروح أبص على الأور لقيتها 2:30 اللي هو النص على طول بتاع التايم هيبقى عندي عند نمبر 6، يبقى 2:30 يعني 2:30. طب احنا لو قرناها بالطريقة بتاعتنا الاولانية هتبقى، ها سمعوني، excellent it's half past 2 it's half past 2 excellent. Number 3 do you ride your bike do you ride your bike. انا هنا قلت لك ان كلمة ride بتيجي على طول مع bike يعني بيركب الدراجة، والبيكشر اللي قدامي البوي اللي فيها بيعمل ايه؟ رايت ا بايك. يبقى هنا هقول yes I do. Do you ride your bike؟ هكتب yes I do. Number 4 do you go home at 1:30؟ شفتوا بقى ان الطريقة اللي فوق دي اسهل من اللي تحت، فلو انتوا كنتوا اخدتوها قبل الطريقة الاولانية دي استحالة كنت حضرتك لسه دماغكوا الطريقة التانية. يبقى طيب لما انا هنا اقول 1:30 فين طلابي حبايبي اللي حفظوا التايم معايا؟ ها هنقول مع بعض 1:30 يعني ايه 1:30؟ 1:30 يعني انا بجيب العقرب الكبير هنا عندي على ال 6 اللي هو ونص، و 1 دي اللي هو الاور بحطها على ال 1 يعني واحدة ونص. Do you go home at 1:30؟ طب هو التايم اللي هو عملهولي كام؟ ده مش 1:30 مش زي ما مكتوب تحت، انما عندي التايم اللي كان مكتوب ورا اللي انا عملته، بس همسحه لكم عشان تشوفوه. يبقى انا التايم اللي كان مكتوب كاتب لي كام؟ it's 1 o'clock it's 1 o'clock، انما هو هنا كاتب لي تحت it's 1:30. يبقى دي هقول فيها no I don't، لان التايم اللي هو كاتبه لي مش نفس التايم اللي عندي في الكلوك. Number 11 answer the following questions using yes or he, she, does, no, he or she doesn't. هنا بقى هو عايز مني ايه؟ هنا في مجهود اكتر لان انا هنا هختار بين ال he وال she، وهنا في ال no هختار بين ال he وال she. يبقى لازم في البيكتشر اللي قدامي لما اجي ابص لها اعرف انا بتكلم عن boy or girl. Number 1 does he get up at 6:30 does he get up at 6:30 6:30 اللي هو الاور عندي اللي هو ال 6 و 30 اللي هي ونص. يبقى هنا عندي 6:30 equal 6:30 6:30. يبقى طالما هنا عندي الكويتشن ماشي مع التايم اللي هو كاتبهولي او البيكشر اللي هو مدهاني، يبقى انا هقول يس ولا نو؟ اكسلنت، يبقى انا هنا هقول يس. يبقى انا هنا هكتب يس، مش لازم خلاص ابص فوق، الشاطرين مش هيبصوا فوق. ليه يا ميس مارو؟ لان انا قلت ان انا بعمل كروس. يبقى هنا هقول يس هي دوز. نمبر 2 does she drink water does she drink water. هل هي عندي في البيكتشر drink water يعني بتشرب مية؟ yes. طالما انا عملت write يبقى انا هنزل تحت هنا واكتب yes. انا خلاص مش محتاجة ان انا ابص فوق، ليه؟ لان انا ميس مروة علمتني ان انا بعمل cross. يبقى after yes هكتب she does yes she does. Number 3 does she eat
breakfast تتناول الفطار بتاعها at 7:30. 7:30 7 اللي هي الاور اللي هي عندي 7 اهي، واتفقنا ان 30 يعني ونص نفس كلمة half past equal half past. طيب التايم اللي هو هنا بيقولي عليه غير التايم اللي عندي في الكلوك، يبقى هنا عندي دي هقول عليها wrong يعني هقول عليها no. هنزل كده اكتب no كوما does she، بعمل cross يبقى does، بعمل cross يبقى هكتب she، وناخد بالي ان انا هنا عندي no، عندي no يبقى لازم يكون عندي not، هقول no she doesn't. number 4 does he walk to school، does he walk to school. هل البيكشر اللي قدامي البوي اللي فيها ده ماشي كده على رجل رايح السكول ولا راكب باص؟ excellent he walk to school يعني هو ماشي على رجليه، يبقى دي هعمل عليها رايت. يعني ايه رايت يا مسمار؟ يعني انا هنزل اكتب تحت yes، بعد كده بعمل cross yes he does. يبقى كده حبايبي انا انتهيت من lesson 1 في unit 1 منهج connect plus grade 2 الصف الثاني الابتدائي. بشكركم ان انتوا فعلا صبرتوا معايا في القناة لغاية ما انا بدأت اشرح connect plus، انا فعلا اتأخرت عليكم بس الحمد لله بعد كده الفيديوهات هتنزل بالتسلسل مفيش تأخير. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.